منذ اختراع أنظمة الاتصالات الإلكترونية الأولى في ثلاثينات القرن التاسع عشر، والعالم أخذ في التغيير. تتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT بوتيرة تتزايد سرعتها باستمرار، بحيث تعيد رسم ملامح العالم من حولنا. ففي عام 1998 اقترحت الأمم المتحدة شكلاً جديداً من أشكال الحوار العالمي بشأن أثر التكنولوجيا. هذا الاجتماع الذي يطلق عليه القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS كان النقاش الأول للأمم المتحدة على مستوى القمة المفتوح للجميع. لقد كنا نريد أن نستمع إلى الجميع من كل مكان، لأنه إذا كانت التكنولوجيا ستغير حياتنا بحق إلى الأحسن، فلا يمكن إقصاء أي أحد من الخطاب. معاً اتفق العالم على خطة لتوجيه النفاذ المنصف والتطوير المستمر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي العقد الزمني الذي أعقب ذلك، شكلت هذه المبادئ الجهود العالمية الرامية إلى تسخير التكنولوجيا من أجل دفع التنمية وتعزيز الابتكار. واليوم تمثل عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات حواراً عالمياً شاملاً للجميع، يرمي إلى ضمان أن نستفيد بالكامل من إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي كل عام يتيح منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات للمجتمع العالمي الفرصة لتقييم المنجزات والثغرات المتبقية. وتظل القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنصة العالمية الأكثر انفتاحاً وشمولاً ونفاذاً بشأن الكيفية التي تغير بها التكنولوجيا حياتنا جميعاً وتثريها. وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة العالمية بحق، ولنظمنا ألا يتخلف أحد عن الركب.